خش بالتجيله. دي بقى ايه البمايه بتاعت البمايه غنوه لاحمد مكي عشان بطل يمثل هو الايام دي، ما بقاش يحب التمثيل بقى يغني، فعاملين له اغنيه راب جميله قوي هنسمعها لك بحيث ان انت تقولها له لما تشوفك. يا ليلي يا عيني يا ليل فاكرين ولا نقول كمان، وانا ماشي في الطلبيه ذكريات عدت عليا، الشباب الجدعان واقفين حواليا، عربيه الفول عربيه الطعميه البتنجان المية مية، قابلت سيد قابلت حسام قابلت كل الجدعان، نزلت خناقه رحت مين دلوقتي مال البنيه، هكملها لك ان شاء الله. ده حلو قوي وهتعجب احمد بك. ايوه هو يحب الطلبيه، هو عشان الطلبيه ويعني هو ما يعرفش غير الطلبيه. بس بلاش الجزء الاولاني ده عشان ده مش راب خالص، هو دايما بيعمل يعني بيعمل ميكس. ايوه هي دي تمام كده تمام، بس يعني وانتوا شوفوا اختاروا لنا حاجه نعملها يعني. بس انا رايي نبدا يعني بفكره برنامج لي انا وسويلب، ولو نجحت نعمل سيزون 2. مستر بعبيكي. ايوه يا قلب البعبيكي، البرامج دي محتاجه مذيعين كويسين، او بمعنى اوضح ناس عندها تالنت. ليه ايه ناس عندها ايه دي، واحنا ليه نفرق ما بين الناس؟ احنا عايزين المجتمع كله يتفرج علينا، ليه نفرق؟ ليه ناس عندها تالنت والناس طب اللي ما عندهمش يعملوا كيف؟ سوينا ما عايزك تعال ما يحبوش بقى تعال. ما يحبوش القناه بتاعتنا ولا ايه؟